مؤتمر رجال الأعمال العرب الصينيين مؤتمر بغاية الأهمية للمنطقة، مؤتمر يجسد حالة اقتصادية تجارية استثمارية مميزة جدا، سيستفيد منها كل البلدان الذي سيمر بها مشروع طريق الحرير. وطبعا اليوم تبدأ هذه في الصين وتنتهي في المملكة العربية، وسيكون لها امتدادات اقتصادية كبيرة إلى سائر دول العالم، وهذا شيء مهم جدا ونتطلع إلى نجاحه.